نظام الأمة تريدان الغدر البصرة، سمح لهما علي أما عمر فلا يسمح. النقطة الأولى، نظام الأمة تريدان الغدر البصرة، سمح لهما علي أما عمر فلا يسمح. تريدان الغدر البصرة، هذا الكلام، هذه العبارة، هذه الجملة، هذا المعنى، ما بين القضاء والنظام، ما بين علي وعمر، ما بين إمامة القضاء وإمامة النظام. تريدان الغدر البصرة ما بين القضاء والنظام، فقد تركهما علي عليه السلام ولكن لا يتركهما عمر رضي الله عنه. والكلام عن طلحة والزبير وموقف الإمام علي عليه السلام، والكلام عن طلحة والزبير وموقف الإمام علي عليه السلام، حيث جعل الشيعة هذا الموقف من فضائل أمير المؤمنين، حيث جعل الشيعة هذا الموقف من فضائل أمير المؤمنين ومفاخره وكراماته. إذن الكلام عن طلحة والزبير وموقف الإمام علي عليه السلام، حيث جعل الشيعة هذا الموقف من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ومفاخره وكراماته. والبيان في خطوات. قال الإمام علي عليه السلام لهما، أي لطلحة والزبير، قال الإمام علي عليه السلام لهما: تريدان الغدر البصرة، تريدان الغدر الغدر البصرة، ولم يمنعهما بل قد سمح لهما بالذهاب للعمرة. تريدان الغدر البصرة ولم يمنعهما بل سمح لهما بالذهاب للعمرة. بكل تأكيد إنه لو كانت الحادثة مع عمر رضي الله عنه فإنه لا يتركهما ولا يسمح لهما، بل سيمنعهما من الذهاب للعمرة أو غيرها. هذه القضية واضحة لمن اطلع على سيرة عمر وشخصية عمر رضي الله عن عمر. إذن أقول بكل تأكيد إنه لو كانت الحادثة مع عمر فإنه لا يتركهما ولا يسمح لهما، بل سيمنعهما من الذهاب للعمرة أو غيرها. وعليه نستفهم، أين النظام؟ أين نظام الأمة؟ النظام مع من؟ كفاءة الإدارة وصلاح التدبير والأمان والاستقرار مع من؟ وعليه نستفهم، أين النظام؟ أين نظام الأمة؟ النظام مع من؟ كفاءة الإدارة وصلاح التدبير والأمان والاستقرار مع من؟ خطوة أخرى، جاء في الرواية: فلما دخلا طلحة والزبير، فلما دخلا قال: ائذن لنا في العمرة. فقال عليه السلام: ما تريدان العمرة ولكنكما تريدان الغدرة أو الغدرة، ما تريدان العمرة ولكنكما تريدان الغدرة، وإنما تريدان البصرة، تريدان الغدرة وتريدان البصرة. هذا هو جواب علي عليه السلام، هذا الكلام، هذه الواقعة، هذا المعنى مع صحة الرواية. الكلام نحاجج القوم بما يقولون به، بما موجود في كتبهم، في تاريخهم، في عقيدتهم، في أدلتهم واحتجاجاتهم. الآن قال لهم: ما تريدان العمرة ولكنكما تريدان الغدرة وإنما تريدان البصرة. كل الشيعة، كل من يسمع، ماذا كنا نفهم من هذه الرواية؟ متى نستشهد بهذه الرواية؟ كيف نحتج بهذه الرواية؟ بماذا نشير عندما نذكر هذه الرواية؟ نتحدث عن علم علي، عن إعجاز علي، عن كرامات علي، عن علم الغيب الذي يملكه علي، عن العلم بما كان وما يكون وما هو كائن. أليس هذا المتبادر وهذا هو الواقع الذي كنا فيه عندما كنا مع قطيع القبورية، مع الحمير، مع البهائم، مع الخنازير، مع البغال، مع الجهلة؟ أليس هذا هو واقع الحال؟
نعم كنا نفعل هذا، لكن أين المجتمع؟ أين التدبير؟ أين الحكومة؟ أين الأمان؟ أين السلطة؟ أين النظام؟ أين الفتوحات؟ أين الاقتصاد؟ أين الإدارة؟ أين الدولة؟ ماذا أفعل بهذا؟ ماذا أفعل بهذه الكرامة؟ بهذه الفضيلة؟ بهذا العلم من الغيب؟ ماذا أفعل بهذا العلم من علم ما كان وما يكون وما هو كائن؟ أريد المجتمع، أريد الأمان، أريد الإسلام، أريد الاستقرار، أريد الصحة، أريد الاطمئنان، أريد الدولة، أريد العدالة، أريد الإسلام، أريد الشموخ، أريد العزة، أريد الفتوحات. ماذا أفعل بهذا المعنى؟ هذا ليس من الإدارة، هذا ليس من الحكمة، هذا ليس من الأصلحية، هذا ليس من الكفاءة في الإدارة، في الحكم، في السلطة، في الرئاسة، في الخلافة. هذا المعنى الجديد، الواضح، الواقعي، الحقيقي، الأصيل، تنورنا به بعد أن خرجنا من ظلمة القبورية، من قطيع القبورية، والحمد لله رب العالمين. طلحة والزبير رضي الله عنهما طلبا من الخليفة الإمام علي، من الرئيس، من الخليفة، من الحاكم، من السلطان، طلبا من الخليفة الإمام علي عليه السلام الإذن للخروج للعمرة، وقد أذن عليه السلام لهما وتركهما يذهبان وهو يعلم أو يظن أنهما لا يريدان العمرة وإنما أراد الغدر والفتنة والسيطرة على البصرة. يعلم بهذا أو يظن هذا؟ هل يوجد شخص منكم ممن يسمع الآن، أي عاقل لو كان هو المتصدي للحكم، للسلطة، للنظام، للدولة، للرئاسة، للخلافة، ويعلم بحصول الغدر، بحصول الفتنة، بحصول السيطرة على البصرة من هذين الشخصين، من طلحة والزبير، حتى لو كان يظن بهذا، هل يسمح لهما بالخروج؟ حياة ناس، مصير مجتمع، مصير الدين، مصير الإسلام، هل يوجد منكم من يسمح لهما؟ أتحدث عن الحكم، عن الإدارة، عن السلطة، عن النظام، عن الرئاسة، عن الخلافة. وقد أذن عليه السلام لهما وتركهما يذهبان وهو يعلم أو يظن أنهما لا يريدان العمرة وإنما أراد الغدر والفتنة والسيطرة على البصرة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.